جدتي اللي هي أم أبوي حمد العبد الكريم اليحيى له خال شايب قديم له اسم لقب اسمه الشمالي. الشمالي هذه غرفة الشمالي. كان جاء عقب ما كبر ولا له أولاد وجاء عند ولد يعني أبوه يصير ولد أخته من بعيد يعني. كان هذا الشايب تقي جدا عاش عندنا سنة كاملة بهذه الغرفة. كنا صغار أنا وأخي صالح كان يمدد رجليه كذا وكنا ننط رجليه ونايم ونطاه ويهوشنا. هذا الرجل مات عمره 95 سنة. كان أول ما جانا أمي تحسبه يغني يدوهي لأنه جاي من البر جاي من البادية. كان دايم جالس كذا وثاني ظهره ويسبح 24 ساعة يسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما ينقطع إلا إذا جابت له أمي تقهوي بين الفنجال والفنجال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سنة كاملة بالليل أمي تحسبه يغني أول شيء. يقول لأبوي قبل ما يموت بشهر يقول تدري يا حمد يقول والله العظيم إني غفي وأنا أسبح. يقول والله تنزل علي شيء زي الشجر يقول والمس ألمس زي الفواكه يقول فواكه ما عمري شفت أضخم منه ورق زي ورق الشجر يقول هو بنقعد ألمسه يقول ولا أقدر أقضبه ولا أقدر أمسه بس ألمسه يقول ألمسه. طبعا هو بين الحلم والعلم يحلم لكن ربما هذا التحليم الحلم ذا والرؤية له معنى. يقول هم لا سمعت صوت أحد ولا جاء أحد الأطفال ولا جاء أحد رفعت عنه سبحان الله. طبعا التسبيح وما أدراك ما التسبيح أنقذ ذنون من بطن الحوت وكان الله مقدر عليه أنه يبقى في بطني إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. سبب التسبيح الله سبق القدر الدعاء التسبيح. فكان دائم هنا سبحان الله وبحمد سبحان الله لين مات ما ينقطع يقوم نص الليل مدمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله ولا يجرب. واللي بيجرب هذا التسبيح ويدمنه والقرآن كم ذكر التسبيح مرة سبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل ولولا أنه كان من المسبحين لولا عشان كان من المسبحين الله أنقذه.